السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم اختار هذا موتور 306، متأكد منه على خاطر في البلاك اللوطنية هذيك موجودة الموتور وتحريت عليه الموتور، نلقاه موتور 306 ديازيل مركبه في البيجو 205 مازوت. المشكلة وما فيها مختار كونه ناحية الترموستات هذية، انت قلت لي ركبها هاي كدرجة الحرارة 83 83، كي ركبت الترموستات درجة الحرارة مريقلة في الموتور ومنظوم مريقلة مو الحواثة، تبقينا كونه الماء يفويتي والموتور القربة هذية الدبوزة هذية ما فيهاش لاسيك لحد شيء. شوف الاخطاء كيفاش يفويتي لي من الماء، تبعت الفويت وكل شيء هاكا فهمتني من فوق نلقاه هو من اللوطة حاصله في الكهرباء، ما عنديش تو وين الغالب نلقاه يفويتي اللوطة من اللوطة يفويتي لي من اللوطة الماء، مانيش عارف شنو ما يشدش الاخطاء البريسيون ولا الله اعلم. ركبتو 306 ديجا هذي عم مختار، جيتك الورشة المرة اللي فيها قلت لك كيفاش تحب تعرف الموتور نتاعك باهي ياك الماء ينقص ولا ما ينقص في الماء. ديجا عندي هاي كعبة الترموستا انا اللي منحيها وكل شيء، ركبتها جربتها الترموستا الحرارة عادية باهي، حتى كي تجري نجري بها الكهرباء في المية 120 الحرارة نتاع الموتور مريقل والمراوح تحل في الوقت المناسب. المانو مركبه 80 85 والترموستات 83، تبقينا عام مختار ما لقيت حتى فويت جملة واحدة، لا فما لا زيت لا ماء لا مخلط لا حتى شيء، ما لقيت حتى فويت. نلقى البوشون هذايا عم مختار سافا با ما يشد ليش في البريسيون والله اعلم، شوف الحالة اغسل كيفاش مانيش عارف قديش رقم البوشون اللي باش نشريه هذايا، فما الابار فما الافر الكات بار تاع البريسيون، ويرحم والديك اعطيني المعلومه المناسبه باش واحد هاكا يقعد ديما مرتاح فهمتني. المشكله اللي عنده هي شنية؟ عنده وقت يركب الترموستا ايش باش يولي الماء؟ يولي يرجع للدبوزه، يرجع للقرعه نقولوا، يرجع للخزان. علاش؟ لان يولي فما ضغط وين تخدم المروحه يرجع. هو عنده البوشون يتنفس ويسكر، هذا يتنفس على طول، هذا يتنفس على طول، ما يتنفس ويسكر، هذا يتنفس على طول ويولي يخرج الماء من التروبلان. تنوريك التروبلان كيفاش هذاك، علاش عندك المشكله انك انت الماء كي تشوفه ما تعرفوش منين يخرج، لانه خرج من التروبلان ويصب فوق الكاروسه ويرجع لوطه، هذاك المشكله نتاعك انت. لازمك تبدل البوشون كيما هذا يكون فيه الكاوتش ولا، وماذا بيك تاخذه دوريجين من الدار، لان البرة باش يشدك شهرين ثلاثة ويتكسر. كيف كيف تاخذ دوريجين من الدار فرد مرة، تمشي لدار الميزون تاع البيجو موجود يتباع، تشريه من الدار دوريجين وتركبه، حتى كي تلقاه البرة يقول لك دوريجين يقول له نحب دوريجين اللي هو في الباكوم تاع الدار، وتصب الماء نتاعك وتراقب. اذا كان مازال يخرج الماء من الدبوزة معناتها عندك فما حاجة اللي هي ضغط نتاع ماء موجود في وسط السيارة في وسط المحرك، هذا نسموه احنا التروبلان اللي هو دريت، هذا اسمه التروبلان. طبعا وقت الماء يفيض من هنا يفتح الغطاء هذاك اللي ورتولك هذاك، الماء الزايد يهز الغطاء من الغطاء من هنا فيه رسور، الضغط نتاع الماء يهز الغطاء ويخرج ويخلي الماء يخرج من هنا بالمكان هذا. طبعا وقت انت ما عندكش غطاء فيه في في الوحده هذيك، يعني مش يخرج طبعا متبيعد، مش يخرج من ال طبعا مش يخرج ديريكت، يعني ما يجيش ما يشدوا هاك، علاش تقدر تاكلك الماء وتضيع لك الماء، هذه المشكله العمليه اللي عندك. ولهذا لازمك تغير الاقطاع الساعه قبل كل شيء وتركب الترموستات نتاعك، يعني العمليه سهله ما فيها شيء. اما الاقطاع قلت زي ما قلت لك خذها دوريجي من الدار، شوف وين الدار كان قريبه بحالك انت وين تسكن، وتمشي تاخذه من الميزون تهز كارت كريس وتقول له اعطيني بوشون، طيب اعطيك بوشون يكون افضل ان شاء الله تنفعكم. هذا كمان لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.